وزير المالية في مصر بيتحفنا بتصريح جديد. وزير المالية بيقول نقترض من أجل تعليم جيد لأولادنا. فين يا معية التعليم الجيد لأولادنا؟ أنتوا بتاخدوا قروض علشان تبنوا كومباوندات وتبنوا عاصمة إدارية جديدة وطرق وكباري. فين التعليم؟ فين التنمية للمواطن المصري؟ فين الشركة والمصنع؟ حضرتك ما تجيش بعد ما تورطوا البلد وتوصلونا 142 مليار دولار ديون خارجية و6 تريليون داخلي تقول لي بنقترض عشان تعليم جيد لأولادنا. انتوا بتعملوا سبوبة على المواطن. حتى التابلت كان سبوبة وأثبت فشل. محدش يتبجح ويقول انه بيستلف وبيقترض علشان المواطن المصري. انتوا بتقترضوا علشان الباشا عايز هو يعدي ومعدي بالعربيه رايح على العاصمه الاداريه الجديده ما يشوفش عشوائيات، ما يشوفش منظر وحش، مع انها يعني عمارات قوي يا ناس، لا يهدها عادي. اوعوا تتبجحوا بمصلحه المواطن لان انتوا مالكوش علاقه بمصلحه المواطن. آفه المجتمع الضرب. تغريده للفنان عمرو واكد ليها علاقه باللي احنا بنقوله. طول ما المجتمع شايف ان الاب من حقه يضرب اولاده والزوج من حقه يضرب زوجته يبقى مفهوم الحقوق هيفضل هربان وتايه ومش لاقي مكان وسط الناس. ببساطة شديدة مش من حق اي حد يمد ايده على اي حد، هي بتبتدي هنا وبتخلص هنا. لا يا سيدي، هم شايفين يعني ما هو بقى جاية من اكبر راس انه من حق يضرب كل حاجة، يعمل اي حاجة. زي ما معيت كده ضرب تصريح قال لك احنا بنستلف علشان تعليم جيد لاولادنا. ده انت عندك ازمة في المدارس، عندك أزمة في عدد الفصول، في عدد المعلمين، في جودة التعليم، واخد ده كله راح تعملي المونوريل والقطر السريع والمش عارف ايه، وبعدين تقول لي احنا انا بقترض علشان عيالي. حسك عينك والله، حسك عينك والله تجيب سيرة عيالنا وتجيب سيرة مستقبل مصر والكلام ده. انتوا بتقترضوا علشان تداروا على فشلكم، عشان انتوا فشلة بتقترضوا وتتورطوا فتزيد عليكم ديون و تشغيل القروض فتدفعوها فوائد القروض وهكذا. وهو نفسه معيط قال هفضل استلف علشان ادفع فوائد القروض واقساطها الموجوده عليا. طيب روح يا سيدي على وقع مقتل بطله العالم في كره السرعه على يد مسجل خطر. مسجل خطر قتل بطله العالم في كره السرعه عشان يسرق منها 50 جنيه، ورمى جثتها من فوق. حاجة يعني بصراحة بشعة جدا. بعزي أهلها وبنقول لازم يا جماعة الأمن، مش إن بعد ما حد يعمل جريمة تقبض عليه، الأمن إن برضو من أدواره إنه يحاول يمنع الجريمة قبل وقوعها بالتواجد. بالتواجد مش بيطلع بطاقتك يا ابن مش عارف إيه، لا يعني العلم الشرطي ده موضوع واسع أوي المفروض تكونوا يعني ليكم فيه.